ابن ابي طالب لولا؟ الجواب نعم، هو قطعا لازم يحب علي بن ابي طالب، بما انه من شيعة علي بن ابي طالب اذا يحب علي بن ابي طالب. نقول خلاص هو هذا صار مؤمن. شلون صار مؤمن؟ هسه قد واحد ما يقتنع. الجواب مو من كتبنا، الجواب من كتب العام. احمد ابن حنبل امام مذهب الامام احمد، احمد ابن حنبل عنده كتاب اسمه العلل والسؤالات. ابن عبد الله ابن احمد يسال ابوه، يقول لابويا انا سمعت كلام من الشيعة، اسا ما ادري صدق كذب، الشيعة يتعاطفون مع امامهم ما ادري. قال له شنو سمعت؟ قال له سمعت الشيعة يقولون ان عليا هو قسيم الجنة والنار. التفت احمد ابن حنبل اللي هو امام المذهب صار يوضح الابنه، قال له احنا عندنا عقيدة صحيحة وعندنا حديث صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب: يا علي ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا منافق. السؤال أحمد صار يسأل ابنه، قال: لو وضعت الموازين ونشر الناس بين يدي الله، أين يشخص الله الإنسان المؤمن؟ المؤمن الله وين راح يوديه؟ ابنه جاوب قال له طبعا راح يودي الى الجنة. قال له والمنافق وين يروح؟ قال له الى النار. قال له خلاص اذا علي هو قسيم الجنة والنار.